حقيقة النهاردة نتاج تعاون كل جهات الدولة، سواء المقار التعليمية لأنها أغلبها كلها مديرية التعليم، سواء الصحة في الرش والتعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية، الحكم المحلي كذلك، مديرية أمن كفر الشيخ في إجراءات التأمين، المنطقة العسكرية الشمالية، الحقيقة كل الجهات حتى وأجهزة المرافق، القضاء متواجدين من الصباح الباكر، الحقيقة كل بيتشارك في إنجاح العرس الانتخابي. والنجم طبعا في المنظومة دي هو الناخب، اللي الحقيقة كان إقباله الجولة الأولى تعدى 30%، أتمنى بإذن الله أنه يتحقق ذات النسبة أو أكثر. حقيقة كانت مشاهد الأم أو الجدة المستحفة أحفادها وأطفالها أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن، حقيقة مشاهد بتدل على الوطنية والانتماء، وإنهم عايزين يحققوا أمالهم وطموحاتهم بانتخاب ناخبين يعبروا عنهم ويعبروا عن تحديث الدولة المصرية اللي الدولة كلها والحكومة والسيد رئيس الجمهورية بيسعى إليه.